السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع جميل اسمه انمي ميكر، هو فيه امكانيات كتيرة جدا. لو جيت هنا في البرودكت هتلاقي امكانيات كتيرة لك انك تعدل على الفيديوهات، على الصور، حاجات كتيرة جدا. لكن خلينا ناخد النهاردة حاجة واحدة بس جميلة، الا هو ان انت تقدر تعمل سب تايتل وتعمل ترجمة للتكست اللي هيبقى موجود. تمام. طيب بيقولك ارفع الفيديو اللي انت عايزه مجاني، الخدمة دي مجانية، لكن تكون في ممكن تكون خدمات تانية بفلوس. فهو بيقول لك ارفع أي فيديو، لكن حد الأقصى ليه يكون 250 ميجا. تقدر ترفع MP4 MOV. طيب مثلا نرفع دوت، وطبعا كل ما يكون الصوت واضح كل ما يكون الموضوع أسهل. طيب بيقول لي ممكن تبقى أوتو سبتايتل، يعني هو أوتوماتيك هيبدأ ياخد الكلام ويحوله لتكست مكتوب، او مانوال سبتايتل كل شويه يقف يديك امكانيه انت تكتب الكلام اللي هتسمعه، او لو عندك ملف جاهز ابدا ارفع. تمام. طيب هستفاد ايه لما ارفع؟ في امكانيه للترجمه، يعني انت عندك التكست ده مكتوب بالعربي، ممكن تخليه مره بالفرنسي وبالالماني بالصيني، فده هيزود ان اليوتيوب يقترح الفيديو بتاعك لناس اخرين. اول ما الفيديو يترفع اقول له بس اوتو سبتايتل، لو عايز تقول له مانوال سبتايتل هتبدا ايه جنريت سبتايتل، كل مثلا كام ثانيه تبدا تسمع وتبدا ان انت تعمل. لكن ما في خيار اللي هو الاوتو فده افضل بكتير. وتريا بعد كده ممكن تلاقي فيه كلمات مش مظبوطه هو سمعها غلط، فتبدا ان انت تصلح الترجمه اللي هتبقى موجوده. اول ما يخلص تروح قايل له انا عايز اترجم بقى اللغة التانية، لكن تتأكد الاول ان اللغة الاصلية مظبوطة على اساس ايه ما يحصلش مشاكل في الترجمة. والستايل تبدأ تغير بقى الستايل بتاع الكتابة، الفونت نفسه.